اول حاجه عندي صدور دجاج هناخدها، وبعد كده نبدا ان احنا نفتحها ساندوتش، وبعد كده نبدا نحشيها الجبنه الفيتا، وبعد كده ابدا ان انا اعمل لها خلطه التوابل بتاعتها او التتبيله بتاعتها، وبعد كده اخدها على النار وابدا اعمل لها الصوص بتاعها. فالمقادير قدام حضراتكم، نازله قدامكم على الشاشه، يا ريت نكتبها مع بعض. دي صدور الدجاج، انا جايب 3 صدور دجاج قدام حضراتكم اهم، تمام؟ يبقى فريش، ما يبقوش فيها اي نسبه من الدهون خالص. عايز خله صغيره، خله صغيره بس. بصل مبشور، عندي طماطم مبشوره، عندي شويه زعتر، كاتشب، معلقه كاتشب، دي بتدي طعم حلو قوي في التتبيله على فكره، زيت زيتون، شويه بهارات دجاج، وادي الطماطم المبشوره يا باشا، وادي البصل المبشور، وشويه ملح وفلفل، شويه ملح وفلفل، تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ للحاجه بتاعتنا النهارده او اول وصفه. بعد كده عندنا الحشوه بقى اللي انا هعملها لها، عندي جبنه فيتا، تمام؟ ما تجربوش الجبنه الفيتا، لا جربوها وشوفوها تبقى عامله ازاي. عندي تركي مدخن، وبعد كده عندي في الحشو بقى بتاع في الصوص زبده وكريمه وتوم وشوربه. انا كنت الاول كنت اجي اقول مثلا حكايه الجبنه الفيتا، طب لا ده جبنه شيدر ممكن، ايمنتال ممكن، اي نوع مثلا، تركي مدخن، روز بيف. لكن بصراحه لما كان معايا شيفنا العظيم شيف عاطف، كان معايا كنا مستضيفينه هنا في حلقه قبل كده، فدوقني الفراخ بالجبنه الفيتا، موضوع حلو قوي 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 ومعادله محترمه جدا في الاكل، فعجبتني فقلت اعمل بيها الايتم بتاع النهارده ان شاء الله اللي يعجبكم. خلينا اول حاجه نشوف هنعمل ايه ونشتغل ازاي. انا هجيب عندي شريحتين اتنين، اعتقد 3، نجيب 3 من التركي المدخن، كل واحده تاخد ايه شريحه، وبعد كده اقطعهم عندي مكعبات صغيرين، تمام؟ قدام حضراتكم اهوت، وافرمهم فرم ناعم، تمام؟ وبعد ما افرمهم فرم ناعم كده اهوت، اقوم واخدهم حاططهم هنا في البوله ديت. طيب بعد كده اهوت بكون عندي البلانشه بقى، عشان اجيب ايه صدور الدجاج، انضف بلانشتي وكله تمام. نبدا نجيب عندي صدور الدجاج ونبدا نفتحها ساندوتش. افضل حاجه للغسيل زي ما اتفقنا الحاجات ديت، عشان تضيع اي زفاره، عصري ملح وشويه ايه وشويه عصير ليمون، وتحكيهم كويس جدا بالصدور، وبعد كده اشطف فيها ميه بارده، بميه بارده. هفتحها ساندوتش، تعالوا نشوف عندنا الساندوتش بتاعنا بعمل ايه. بقوم جايب عندي التركي المدخن، بنقوم حاطينه هنا في النص، ونقوم جايبين مكعبات الجبنه الفيتا حاطينها هنا، تمام؟ ونقوم قافلين عليها كويس جدا. دي اول واحده قدام حضرتك اهيت، التركي المدخن مع الجبنه الفيتا شغال واحده واحده، ولسه هنتبلها وهنروقها دلوقتي. شويه تركي مدخن من هنا نحطهم هنا في الساندوتش نفسه، بجيب عندي الخله بقى كده اهو، ونقفل الكلام ده كله، تمام؟ واحده وادي الثانيه، نتاكد ان هي اتقفلت كويس كده. انا بص بضمن بس للحشو يعني، وعلى فكره انت ممكن والله تعمليها كده على طول من غير ما تقفلي، لكن انا بضمن بس للحشو ما يطلعش بره خالص. اخد التانيه اهيت، وبعد كده اقوم جايب التالته اللي عندي، والناس بقى ساعات اللي بتشتكي تقول لك ساعات صدور الفراخ بتيجي زفر قوي، ما تشتريهاش لو لونها مش نفس اللون ده كده، وحسيت اللي فيها ريحه الزفاره فيها كتير قوي، لا مش اللي هو بقى ايه، لا نشيلها ونحط ليمون زي ما الشيف محمد قال وخلاص، لا بلاش اصلا تجيبيها. تجيبيها ليه؟ انت الحاجه على فكره المفروض تاخديها من غير ريحه، الريحه الطبيعيه للدجاج. لكن لو انت حسيت ان الموضوع مقفر قوي ومش عارفه ان انت يعني هتعرفي ان انت تطلعي الزفاره منها، لا اصلا ما تشتريهاش اصلا من اول. تعالوا نشوف عندنا هنعمل ايه دلوقتي. هجيب عندي بقى التتبيله بتاعتنا، ميه بصل، دي التتبيله اللي انا هعملها لصدور الدجاج، وبعد كده عندي شويه طماطم مبشورين، جميل، وبعد كده نقوم حاطين عندنا شويه من الزعتر الاخضر او زعتر يكون اللي هو الطازه،
معلقه كاتشب دي حوار على فكره، تدي طعم مسكر قوي للدجاج، شويه من البهارات، وبعد كده عندي شويه من زيت الزيتون. تمام جدا. واحط الملح ونقلب عندنا الخلطه المحترمه ديت مع بعض. دي المارينين اللي انا عامله للدجاج عندي. طيب هنا صدور الدجاج هنقوم مدينها ايه شويه فلفل مجروش، نقلبها على الناحيه التانيه برضو ونديها الفلفل. شايفين مفيش اي حشو باين فيها خالص وكله تمام التمام. اضمن بقى اللي هي تستوي مظبوط معايا اشرطها من هنا كده بسيط قوي قدام حضرتك من فوق، واتفقنا عشان التسويه اللي من فوق تبقى زي اللي تحت، فالصدر عندي ما يبقاش ناشف وانا باكله اهو. باخد عندي الكلام ده كله ونبدا نرصه فين؟ في البايركس. شوف الاكل كده يبقى ايه بشياكه كده، تلاقي الحاجه طالعه زي الفل. نقوم حاطين عندنا التتبيله تمام، ونقوم سايبينه في التتبيله ديت لمده كام؟ حوالي يعني ساعتين في التلاجه. تمام ساعتين في التلاجه، ونبدا ان احنا ايه نبدا نشتغلها على طول. طيب نشيل دي بجنب كده بقى، هجيب عندي التونج بتاعي ونبدا ان احنا ايه نحط التتبيله ديت قدام حضراتكم. بجيب عندي ايه بقى؟ بجيب عندي معلقتين اتنين زبده، الطاسه سخنه. اتفقنا ان انا لو حطيت زبده في الطاسه السخنه الزبده هتتحرق، فبقوم اعمل ايه شويه زيت صغيرين الاول، وبعد كده اقوم جايبين عندنا مكعبين زيت زبده. التوم ده انا جايبه حطيته زي ما هو كده في الفرن، الرز زي ما هي كده في الفرن. بطلع عندي التوم وببدا ان انا اشيل منه القشر كده زي ما حضرتك كده شايفه. الدجاج طبعا ايه بياخد بس عندي بقى يعني بديله كده صدمه على الجنبين، وبعد كده اقوم شايله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما اشيله هبدا ان انا اعمل له صوص التوم ده. طيب حد هيقول لي ايه الفرق؟ في فرق كبير هتلاقيه في الطعم بكبير جدا بين التوم اللي انا بحطه في الفرن. ده توم عليه زيت زيتون ومحطوط في الفرن، حكايه. ده هو اصلا ريحته دلوقتي جميله. تعالى نقلب. ادي الصدور بتاعتنا التتبيله المحترمه جدا، نبدا ان احنا ايه نطلعها مع بعض. بقى ايه بقى شغال دلوقتي في ايه؟ في التوم. قدام حضرتك ريحته حكايه، ده لو في الشوربه ده بقى في الشرب بيعمل قلق. ناخد بس التوم اهوت من غير القشر خالص عشان هنبدا ايه ان احنا نشوحه. هو الافضل ان انت تجيبي الراس وتقومي قسماها اتنين، يعني الراس التوم تقومي جايباها وتقومي قسماها اتنين. تمام. لكن مطبخ تحضير عندنا عمله سليمه، لا هي ما بتعملش سليمه، انت بتاخد الجزء اللي فوق دهوت بتقومي ايه فاتحاه بالسكينه الاول، تدي له زيت زيتون وتدخليه الفرن، عشان لما نيجي نمسكه مجرد ما تضغطي عليه هتلاقي التوم كله نزل لوحده. فسهله جدا يعني، عشان بس ما تصعبيش الموضوع على نفسك. تعالوا يا باشا ايه نعمل ايه بقى؟ نقوم واخدين عندنا الدجاج بتاعنا اهوت، هنقوم حاطينه هنا فين؟ على الطاسه بتاعتنا قدام حضرتك كده اهوت، ونقوم سايبينها دلوقتي. وبعد كده نقوم واخدين عندنا التوم عشان كل ده هيتضرب دلوقتي مع بعضه. ادي ايه الحاجه حطيناها اهيت، بص نبدا نقلبها كده اهوت واحده واحده مع التوم. اللي هيحصل دلوقتي بقى هقوم جايب عندي خلاط او هاند بلندر ونبدا ان احنا ايه نهرس الكلام ده كله مع بعضه. هزود لها ايه شويه شوربه كمان معايا. اهي ونسيبها على النار لحد ما تبدا اللي هي يعني تستوي معايا. عايزين بقى خلاط يا شباب،
ممكن نبدا ان احنا ايه نضرب الصوص ده. والصوص قدام حضراتكم اهو شغال. انا بجيب الخلاط اهو بتاعنا ونحطه هنا ونبدا ان احنا نضرب كل ده مع بعض. لو في عندي بلندر مفيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. بص الريحه حوار بجد. طب والله لو لقيته خفيف اعمل ايه؟ ما انا حاطط كريمه. الكريمه كده كده كل ما تغلي على النار كل ما تديني طعم افضل. لو انا لقيته بقى خفيف بجيب معلقه دقيق صغيره مع شويه زيت واقلبهم وابدا ان انا اربط بيهم شويه الصوص دول او نشب ميه. عندك عوامل ربط كتير جدا ممكن احنا نعملها مع بعض. حطها هنا واقوم مغطي الكلام ده كله. اتفقنا لو في اي بخار عندك لازم تشيل الجزء اللي فوق ده لان ضغط البخار ممكن يتلاقي ده في وشك على طول، الله لا يقدر يعني، او في وش انا. فتخلي بالك لاي حاجه بتحطيها سخنه ما تغطيش الغطا كله، لا لازم تسيبي له ايه، لازم تشيلي الجزء اللي فوق ده عشان تعملي حساب البخار ما يبقاش في ضغط من جوه. شايفه؟ بص شايفين الدخان طالع ازاي؟ وده اللي بتكلم فيه بقى، شايفين الدخان اللي طالع ده اهو؟ لازم تسيبي له مكان يطلع منه عشان الضغط ده هو ما ياخدش الغطا ده ويطلع لفوق، تمام؟ أي حاجة سخنة بنضربها سواء شوربة أو أي حاجة. تعالى ناخد الكلام ده كله ونروح فين هنا على النار؟ أهو قدام حضرتك أهوت. ونسيبها بقى على النار تبدأ اللي هي إيه تتقل معايا. وبعد ما تتقل نقوم واخدين عندنا الدجاج بقى ده أهوت نكمل التسوية بتاعته جواه يا باشا، يا عيني على الجمال. شوية صوص توم محترمين جدا. نجربهم بقى ونشوفهم. الدجاج طبعا على ما يبدأ يتقل ويشتغل معايا الموضوع ده هيبدأ الدجاج عندي يستوي، تمام؟ والصوص ده يبدأ يتقل. وقلنا لو هو عندي خفيف سنة نشا مع شوية ماء صغيرين أو معلقة زيت ومعلقة دقيق ونحطهم في الجنب كده هتلاقي الصوص عندك ربط وزي الفل. طبق محترم يعني، طبق كده تعمليه بجد والله تعمليه في البيت كده يعني هتستمتعي بيه جدا. صوص التوم ده حاجه جميله قوي مع الكريمه والشوربه، بس احنا تقناه عن طريق معلقه نشا صغيره قوي مع شويه ميه. وايه ما حطهاش كلها والله، حطيت نص معلقه نشا بس. فطبعا ايه بص بقى تعالى يعمل ازاي. اعتقد ده قوام مناسب جدا للصوص، تمام؟ ونسيبها لحد ما تبدا اللي هي ايه كله يستوي مع بعضه بقى على النار كده متوسطه مشغله على نار هاديه. فبص الجمال بتاع الصوص عامل ازاي؟ لا يعني بقى حاجه فوق الخيال، كريمه. بص القوام ده عامل ازاي؟ كل شويه بقوم واخد شويه كده واقوم حاططهم كده على ايه؟ على الدجاج كده من فوق. والدجاج اصلا عندي استوى. في حاجه طلعت؟ فين الجبنه الفيتا؟ فين الحاجه؟ مفيش اي حاجه طلعت. بص الساندوتش نازل عامل ازاي؟ تمام؟ وهوريها لك وهفتحها لك دلوقتي من جوه ان شاء الله السيجمنت اللي جاي. ناخد عندنا قدم عندي الدجاج بقى بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. الله. بص انا فتحت لكم ديت عشان اوريكم الجبنه والتركي من جوه عاملين ازاي. شفت دي مفتوحه ازاي معموله ازاي؟ الله يا ريحه الصوص نفسه مش طبيعية. نقوم واخدين يا باشا الصوص ده عليها كده من فوق. اصحى بقى لينا.